اللاعب بعدي بالغربية كثير ياسر على البلاد. هذه الجبهة الخلاص اللي ولت إن شاء الله توسعت في الأطياف الكل بتاع السياسيين الموجودين في تونس. راهي البلاد ما هيش النهضة، راهو باش نعودوا واضحين، راهو يا خويا الغالي الساحة السياسية ما تحكمش فيها النهضة. فهمتي خويا الغالي؟ أتكلم فيك مانيش نهضاوي، راهو يا عباد ربي البلاد هذه ماهيش مبنية على النهضة، يا النهضة يا قيس سعيد هذه خويا الغالي راهو ماشية إلى مسار خايب ياسر. هو معتمد على القوى الصلبة في البلاد، فهمتي كيفاش؟ باللي ندعوهم إلى النعي بأنفسهم على الحكاية هذه ونرجعوا للمسار الديمقراطي، انتخابات يا خويا ناس كل خويا أنت ما نعرفش أنا ما تحبش النهضة، ما تحبش الدحور الدستوري، ما تحبش كذا، تعمل انتخابات، الصندوق هو اللي يحل لك